حيا الله المشاهدين الكرام، واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد، هذه المره وعبر سكايب ايضا من الاردن تحديدا من جرش. معنا الشاعر انمار المحاسنه او انمار محاسنه. اهلا وسهلا بك في بيت القصيد يا انمار. اهلا وسهلا بكم، كيف انتم؟ حياك الله واهلا بك مجددا صديقي العزيز. ربما ابداك بسؤال طريف نوعا ما، لماذا كان اسمك أنمار بالتحديد يا أنمار؟ أولا أنمار هو جمع قلة لكلمة نمر. نمر يجمع أنمار ونمور، نمور جمع كثرة، كذلك هو سيف وأسياف سيوف. أحسن. أما عن الذي سماني أنمار فهو عمي دكتور عمي الأستاذ إسماعيل محاسنة. نعم. أو سنان. جميل يا أنمار، أنا ظننتها تجمع على نمير أيضا ولكنها يعني ترد إلى النمر، وأظنك نمرا في الشعر كما أنت نمر في الاسم يا صديقي. نسأل الله ذلك. أنمار، في البداية دعنا نتحدث عن حلم أنت تقف على بوابته وتأمل أن يكتب له النجاح، ألا وهو تسويق القصيدة العمودية، القصيدة العربية من خلال منصة يوتيوب. كيف جاءتك الفكرة وكيف ترى صداها حتى هذه اللحظة؟ بصراحة الفكرة جاءتني حيث أنني أشاهد يوتيوب باستمرار، لكن لا أجد قنوات يوتيوب خاصة من الشباب، قنوات ناجحة، قنوات لها صدى، خاصة أنه إذا توفر المضمون الجيد. فجاءتني الفكرة خاصة بعد اكتظاظ الفيسبوك بالمنشورات الكتابية. نعم. فكان لابد من وجود قصائد مسموعة أو قصائد صوت وصورة. فدخلت اليوتيوب. أما عن الجانب التسويقي، بصراحة اليوتيوب يحتاج إلى تسويق هائل خاصة للمضمون الجيد، فكما تعلم المضمون الجيد اليوتيوب أو منصة اليوتيوب لا تساعد كثيرا على نشره. نعم. وكثيرا ما نشاهد هذه الظاهرة التي نتضايق منها كثيرا، أن المنشور البسيط أو المنشور ذات الفكرة الساذجة هو الذي يظهر على منصات اليوتيوب. صحيح يا أنمار، وهذا يؤيدك فيه كثيرون، لكن قل لي في إطار هذا الموضوع وسعيك لنشر القصيدة العمودية والشعر العربي من خلال منصة يوتيوب، متحديا كل العقبات التي تقف في طريقك وأولها فكرة المحتوى الجيد وأنه لا يجد إقبالا واسعا للأسف من الجمهور، وجدت أن هناك بعض الأفكار التفاعلية التي تقوم ببنائها وتسويقها تسويقا أفقيا على الكثير من المهتمين بالشعر، هل هذا يعني سبب استشعارك أن هناك فعلا نوع من العزوف عن المحتوى الجيد في منصة يوتيوب أو أي من المنصات التي لا تهتم بالشعر كثيرا؟ بصراحة العزوف يكون أحيانا من قبل الأشخاص أنفسهم. مثلا لو شاهدت فيديو مثلا فكاهي وشاهدت فيديو تعليمي، سيجذبك الفيديو الفكاهي أكثر من الفيديو التعليمي. ثانيا الفيديوهات ذات الفكرة السطحية تكون مدتها أقل بكثير من الفيديوهات ذات الفكرة التعليمية. الفيديو ذات الفكرة التعليمية أقل شيء يحتاج 10 دقائق حتى يشرح أبسط فكرة. هذا صحيح. ومدة الفيديو تساعد أيضا على نشر الفيديو، فكلما كانت مدة الفيديو قليلة كلما كان الفيديو له صدى أكبر وانتشار أوسع. أحسنت كثيرا يا أنمار. دعنا نتحدث الآن عن الشعر وفكرة القيمة الإنسانية، هل ترى أن الشعراء اليوم فعلا يتناغمون مع الفكرة الإنسانية، مع الجراح الإنسانية، مع الظروف الصعبة التي تمر بها مختلف دول أو الكثير من دول العالم؟ هل ترى أن القصيدة العربية استطاعت أن تكون مرآة لهذه الجراح وصوت يتكلم بلسان هذه الإنسانية مثلا؟ تفضل. المسألة متشابكة نوعا ما، قد يكتبون الشعر الإنساني، قد يكتبون الفكرة الإنسانية، لكن بحاجة إلى اللغة السهلة البسيطة لإيصال هذه الفكرة. نعم. كما تعلم في الشعر يوجد جانبان مهمان، المبنى والمعنى. أحسن. فإذا توفر المبنى قد
لا يتوفر المعنى، والعكس صحيح. أما أن يتوفر المبنى والمعنى في نفس الوقت فهذا نجده في قصائد قليلة جدا ونادرة يعني. نعم. فالجانب الإنساني بالذات دون الجوانب الأخرى له انتشار أوسع. فإذا فإذا قرأت الشعر العالمي والشعراء العرب الذين لهم صدى عالمي، قد تجد أن شعراء قصائدهم الإنسانية هي التي أوصلتهم إلى ذلك. أحسنت ليست قصائد الغزل وليست قصائد المديح. حتى إذا عدنا إلى العصر العباسي مثلا، المتنبي هرم الشعراء، قد نجد أن الأبيات التي أوصلته إلى العالمية أو التي خلت ذكره في التاريخ هي الأبيات الإنسانية وليست أبيات المديح. نعم. أبيات الحكمة التي يكون فيها لمس إنسانية قد اجتاز بها من العصر العباسي إلى العصر الحديث. صحيح. فهذا جانب مهم جدا من الجوانب التي خلدت شعر المتنبي. نعم. ليتك الآن تذكر لنا أكثر القيم التي تفرض ذاتها على أنمار حينما يكتب أي قصيدة. بصراحة قد تكون العاطفة أو الإحساس الصادق هو أول القيم التي تفرض وجودها في القصيدة، في قصيدتي بالذات. وفكرة أن يكون الشعر الذي أكتبه يتناسب مع الزمان الذي أعيش فيه. نعم. هذه القيمة الثانية. لأوضح بشكل بسيط، مثلا لا أستخدم مفردات صعبة جدا في العصر الذي أعيشه. في شعر المعاصر لا يستحب أن تستخدم كلمات قوية، فربما بعض الشعراء يستخدمونها ليفرضوا أنهم مثلا أصحاب لغة عالية أو أصحاب يمتلكون مفردات قوية. هذا يحدث أحيانا صحيح. لكن أنا لا أحبذ هذا الشيء. فأنت في عصر حديث في القرن 21 حاول أن تستخدم مفردات تتناسب مع جمهورك. جميل يا أنمار. طيب الآن دعنا نتحدث عن قيمة الحرية في القصيدة العربية في الأيام التي نعيشها، ومدى انسجام هذه القيمة مع الواقع الذي يعيشه العرب في كل مكان. هل ترى أن الشعراء استطاعوا أن يعبروا عما يختلج نفوسهم تجاه الحرية، أم أن الكتابات لا تزال قاصرة عن الفكرة ذاتها الحرية؟ تفضل يا أنمار. بصراحة الحرية هي مطلب الجميع، لكن إذا تكلمنا عن الحرية فلكل حرية سقف والحرية يتبعها المسؤولية. أحسنت. فإذا أنت كنت شاعر وصاحب كلمة وأردت أن تتكلم عن الحرية فحدد سقف لحريتك تستطيع أن تكون مسؤولا عنه. وأريد أن أنوه لنقطة مهمة، في كل بلد سقف للحرية يختلف عن البلد الآخر. أحسنت. وإذا أردت أن تكون، إذا أردنا أن نربط النقطتين هذه والسابقة النقطة الإنسانية، وأردت أن تكون شاعر يتكلم بلسان الجميع فيجب أن تمتلك الحرية ويجب أن تمتلك حس المسؤولية العالية. لا شك في ذلك. كل كلمة تكتبها في نصك تكون مسؤولا عنها. ومما لا شك فيه أن حريتك أو أن حريتك تقف عند حدود حرية الآخر، هذا أمر معروف. تمام تمام. خاصة أننا في عصر تختلف فيه الأحزاب، تختلف فيه التوجهات السياسية، التوجهات الدينية. نعم. ونحن على منصة الفيسبوك وربما تكون هي المنصة الأولى أو الأكثر متابعة أو الأكثر ازدحاما بالشعراء، قد تجد على صفحتك على الفيسبوك شاعر سني، شاعر شيعي، شاعر مسيحي، شاعر متطرف سواء لليمين ولا لليسار. هذا وارد ويحصل. تمام. أنت تنشر قصيدتك على صفحتك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه القصيدة سيشاهدها جميع الناس. نحن نريد الآن قصيدة عليها جميع الناس. نحن نريد قصيدة الآن يا أنمار، قبل أن نذهب مكملين في أسئلتنا، وأظنك بارعا بانتقاء إجابتك بحكمة عالية وذكاء حاد. إلى أولى القصائد التي ستفتتح بها هذا العدد من بيت القصيد، تفضل يا أنمار، لك المنبر والمنصة. بما أننا نتكلم عن الشعر فأحب القصائد على قلبي، والتي تيمنا بها سميت ديواني ومجموعتي الأولى وهي الصفح الأخير. تفضل. طبعا هي قصيدة عمودية وجدانية
سأقرأ لكم مقاطع منها لأنها طويلة. حاول أن تثبت بجلستك قدر المستطاع يا أنمار، تفضل. لك الكلمة. طفحا عن الطفح، لا لين ولا عذر ولا اضطبار، فإن المهلك الصفر، ولا دموع تذيب الجفن حرقتها، إما التهلت رذاذا ليس يفتر، يا للعيون البواكي الذارفات هوى، ذرف الحنين على أطياف من مر. فأرشدتني إلى ذكراك أخيلة، وعانقتني كطفل مسه القر، فأشعلتني بأشواق الهوى لهبا، وقلبتني كما قد قلب الجمر. يا منية النفس، إن النفس واهنة، بعد اغترابك قد أودى بها القهر، وفارق النور عينيها، وقد بصرت من عينك الفجر، إن يبزغ لها فجر، لما طويت بطرف العين صفحتها، من بعد عينيك لم يكتب لها عمر. يا الله، كأن بينكما من موصل سببا، فإن رفقت بها وصلا لك الأجر، فارفق بنفسي، فالأنفاس ضيقة وأنت مبرئها، وأنت مبرئها إن مسها الضر. لي بعد وصلك ما أرجوه من أمل، ودون آمالي الآلام والهجر، وما يعذبني إن غبت مغتربا، وصالك الحلو لا هجرانك المر. يا الله، جميل جميل. أذبتني 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 بلسان فيك مقتدر، كالطيف تتركني في صحوي السكر، كالسحر تسكنني إذ رمت بي بدني، فافعل مرادك بي، إن الهوى سحر. إني ارتضيتك مولا ليس يعتقني، فاشدد هواك فعتقي في الهوى أسر. فاشدد هواك فعتقي في الهوى أسر. جميل جميل يا أنمار، أكمل. ما دون ثغرك نثر، وحدك الشعر، وحدك الشعر، وبعد قولك لا نهي ولا أمر، لا فرق في الحب، إن باحت شفاهك لي أو لم تبح، فلأنت السر والجهر. عظيم. آمنت بالوحي من عينيك يبصرني، لما تخدع قلب وانحنى ظهر. الله. وانتاب همسك سرا ساكنا النفس، لينفث الشعر وجدا ما له قدر، تتلو علي الهوى من سفر نشوته، فلتم شفاهي حتى يختم السفر. الله الله، ما أجملك يا أنمار، أبدعت لا فض فوك. حدثنا الآن يا أنمار عن رسالتك الخاصة من كتابة الشعر، ما هي الرسالة التي دائما ما تضعها نصب أعينك قبل كتابة أي نص شعري، وتحب تغذيتها بما يخدم أفكارك ويخدم البشرية جمعا؟ بصراحة الفكرة الإنسانية بشكل عام هي الفكرة اللي بحاول إنه أوصل لها أو إنه أغذيها بالقصيدة، بالإضافة إلى الكلمات السهلة جدا. كيف نزار قباني بس يعني كان بكتب قصائده، كانت فكرته الأساسية إنه يصنع لغة شعرية سهلة تتناسب مع جمهوره أو تتناسب مع القراء لعصره. نفس الشيء أنا الآن يعني بحاول إنه أوجد فكرة الإنسانية بالنص كمعنى، وفكرة اللغة السهلة كمبنى. يعني أحاول
يعني أدمج ما بين المعنى والمبنى. عظيم يا أنمار. أنمار سأذهب بك إلى سؤال مختلف نوعا ما، فكن جاهزا بإجابة وأنت على قدر هذا وزيادة. كانوا قديما ولا يزالون إلى اليوم يعانون الكثير من الناس من فكرة العنصرية العرقية، العنصرية فيما يتعلق بالأديان، العنصرية فيما يتعلق باللون والعرق إلى آخره. لكن ماذا عن العنصرية حينما تتعلق بالتمييز ما بين أبناء المجتمع الواحد؟ ربما يشعر الإنسان في داخله أن هناك شيئا ما داخله تهدم حينما يجد وطنه يمارس عليه شكلا من أشكال العنصرية، أليس كذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد. بصراحة هذا سؤال عميق وسؤال يعني جريء وصعب يعني بنفس الوقت. يعني الإنسان يعني في مقولة جميلة جدا نسيت قائلها، بيحكي لك إحنا الإنسانية أو إحنا البشرية لا يعني نثور اتجاه الظلم، لكن نثور باتجاه إحساسنا بالظلم. يا الله كيف يعني؟ إحنا هسا الظلم موجود بكل مكان، يعني وين ما رحت على أي دولة من دول العالم مثلا نعم موجود ظلم، لكن هل إحنا منثور باتجاهه أو منثور عليه؟ لا. لكن إذا إحنا جوات بلدنا أو جوات منطقتنا أحسسنا بالظلم، هون وقتها إحنا منثور. يعني إحنا مش مستعدين إحنا نثور تجاه الظلم في مثلاً موزمبيق أو في مثلاً الهونولولو. الأصل أن نغضب للظلم الواقع على أي إنسان في كل مكان، ليس فقط حينما يصلنا الظلم. بالضبط. لكن إحنا كبشرية هاي الفطرة، إحنا ما منثور كلمة ثورة، إحنا ما منثور تجاه الظلم إلا لما نحس فيه. يعني مثلاً ما أنت تحس إنه واقع عليك ظلم حتى لو كان بسيط، مثلا لو كان في عائلتك او كان في مؤسستك او كان في مجتمعك البسيط، انت وقتها انت بتحس انه لازم انا اثور اتجاه الظلم. احسنت يا انمار، احسنت. فهي هون نقطه البدايه. والعنصريه طبعا هو شيء، هي جزء من اجزاء الظلم او هي نوع من انواع الظلم، ممكن تكون متخفيه. انت لما تحكي عن ظلم او تحكي عن عنصريه، فبالتالي انت بتحكي عن قائد وعن رعيه. نعم. سواء كان هذا القائد الأب في الأسرة ماشي، أو مثلا مدير، أو مثلا مسؤول عن منطقة، ومنها فبتنطلق أنت. نعم. وأكيد أي واحد عنده إحساس بسيط أو أنه عنده شعور بسيط بالإنسانية بحكي لك أنا ضد الظلم. نعم. وقتها أنت زي ما بتحكيها بتقفش جبته، بتحكي له طب أنت ضد الظلم، أنت وين صرت اتجاه الظلم أو وين صورة اتجاه العنصرية مثلا؟ هل أنت معقول بمكانك اللي أنت فيه ما في أي مظهر من مظاهر العنصرية؟ مشان هيك أنت يعني ساكت، أو مشان هيك أنت ملتزم الصمت؟ أحسنت يا أنمار. أنمار، وجاء على لساني اسم اللاعب البرازيلي الشهير نيمار، ويبدو أنكما أو كلاكما بارعان يعني فنون متعددة، فإن كان هو بارع بأهدافه في كرة القدم فأنت أكثر براعة في الشعر وتحقيق أهدافك التي تبحث عنها. قبل أن نذهب إلى القصيدة الجديدة يا أنمار، دعنا نذهب إلى حديث من نوع مختلف. هل ترى أن أزمتنا نحن كمنطقة عربية أزمة وعي وأزمة ثقافة وأزمة تحلي بالحكمة؟ هل هذه الأزمات موجودة، لسيما وأننا نجد بعض المجتمعات أحياناً تعيش واقع الغابة وتعطل القوانين؟ ومثال ذلك مثلاً ما حدث مع أحد الفتية بمدينة الزرقاء. لا نريد أن نتحدث عن النموذج بقدر ما نريد أن نشير إلى الحالة، وهي فكرة تغييب الوعي، تغييب الحكمة، تغييب الهدوء وتغييب المنطق واستحضار لغة الغاب، هذا إن كان للغاب لغة. بالضبط. يعني هو بالنسبة لنا إحنا حتى رغم وجود التكنولوجيا، رغم انفتاحنا على العالم الآخر وعلى الدول الأخرى، لكن لا نزال نعاني من نقص في الوعي صراحة ونقص في الثقافة. حتى وإحنا من مارس أدوات التكنولوجيا مثلا، إحنا من مارسها بجهل. يعني مثلا بديش أعلق أنا على الجريمة، لأنه أكيد إحنا متفقين كلنا يعني وإنه مرفوض مثل هذه الأساليب الشنيعة. طبعا متفقين. لكن أنا بدي أركز على جانب آخر،
يعني انا بدي اركز على جانب الاعلام. تفضل. يعني اطلع احنا حتى واحنا بنستخدم التكنولوجيا احنا بنحاول انه احنا نستخدمها بشكل خطأ. يعني احنا الان مثلا بنحاول انه ننشر الوعي بعد حدوث الجريمة. لاحظ؟ نعم. هذا أحصل كثيرا. يعني احنا هسه بعد ما حدثت الجريمة ماشي بنحاول ننشر الوعي، وبتدخل هنا وسائل الاعلام، بتدخل التكنولوجيا بحيث انه تبين انه هالاشياء اصبحت قضية رأي عام. طيب قبل حدوث الجريمة وين كانت التكنولوجيا؟ وين كانت وسائل الاعلام؟ يعني لو نرجع احنا مثلا قبل سنة، اوكي؟ وانا ما بتكلم عن مجتمع بعينه، انا بحكي عن انت هنا المجتمعات. يعني تريد ان تشير يا انمار لفكرة لزوم تغذية الوعي قبل حدوث اي جريمة كي لا نتباكى عليها لاحقا ونقول لماذا لا نوعي الجماهير. طبعا هاي الوقاية. يعني انا شو بدي استفيد من التكنولوجيا اذا انه انت بتسلطي الضوء على الموضوع بعد حدوثه؟ يعني عدم المؤاخذة، الواحد صار معه حادث او صارت معه جريمة وراح له ابن او راح له اخ او اشي، وبعدين اجت التكنولوجيا او اجت وسائل الاعلام وحطت عليه الضوء، سلطت عليه الضوء، بتكون انت بحسبتك وقتها. يعني ما في فايدة، يعني حين لا ينفع الندم. لكن التكنولوجيا الصح واستخدامها الصح، وصراحة هي رسالة يعني بوجهها من هذا المنبر، اوكي، لكل وسائل الاعلام ولكل ادوات التكنولوجيا المسؤولين عنها، بحيث انهم إذا إنهم بدهم يخدموا المجتمع بشكل صحيح يحاولوا إنهم يسلطوا الضوء على الجريمة قبل حدوثها، يتنبؤوا فيها. مبدأ أحسنت. التنبؤ بالجريمة. أحسنت يا أنمار. لكن أيضا كي لا نظلم أحدا ولا نبخسه حقه، ربما يأتي مثل أو تأتي مثل برامج التوعية بعد حدوث الجرائم لمنعا لتكرار مثل هذه الجريمة، وكي لا تتسع مثل هذه الجرائم، فنحن بحاجة إلى توعية قبل وتوعية بعد وتوعية من أجل عدم وقوع الجريمة أصلا. هذا ما نتمنى الوصول إليه أو ما نرجو الوصول إليه. خذنا الآن أو صل بنا إلى نصك الجديد الذي تريد أن تقرأه علينا الآن يا أنمار. وصلنا إلى قصيدتك التالية. بما أنه إحنا بنحكي عن الإنسانية، فبالتالي لازم نص إنساني تفضل. يتناسب مع الظروف اللي إحنا بنعيشها، يعني مشان يكون الكلام النظري عملي. نعم. يعني إحنا بنحكي عن الإنسانية وبنحكي عن مواكبة. خذنا إلى هذه القصيدة الآن، تفضل يا أنمار. كلنا أذان مصغية. كورونا. جميل. طبعاً هذه أبيات بسيطة، يعني كتبتها على لسان الحال. تفضل. عيون مغرقات لا تنوح، وأحزان تبوح ولا تبوح، توحدها المصاب، فرب شعب له جسم وأعصاب وروح، جعلت فداه إن أشقاه جرح، تنز بخافقي منه الجروح، فكورونا يذكرنا بأننا ضعاف ليت تحمينا الصروح، ولكن موقنون بأن ربا سيبعث في غد بشرا تلوح، فرب غد لناظره قريب يفارقنا الوباء فنستريح، فرب غد لناظره قريب يفارقنا الوباء فنستريح. لفظ أفوك يا أنمار، وهذا ما نتمناه، أن يفارقنا الوباء وكل الأوبئة وكل الجهل وكل ما يؤذي الإنسانية حتى تستريح الإنسانية، كل الإنسانية جمعاء. الآن مشاهدينا الكرام سنخرج إلى فاصل قصير، بعده نستكمل ما تبقى من حلقتنا، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين الكرام ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا عبر سكايب من الأردن تحديدا من جرش الشاعر أنمار محاسن. أهلا بك أنمار مجددا. أهلا بك. أهلا بك أستاذ مصطفى. أنمار، ما المطلوب اليوم وكيف يمكن لقصيدة الشعر أن ترتقي بوعي العامة من الناس والمتلقين؟ هل ثمة آليات ممكن أن تعين على تحقيق هذا الأمر؟ بالضبط. بصراحة يعني إذا إحنا جينا نحكي عن الشعر ونحكي عن القصيدة العمودية بالذات. نعم. فالقصيدة العمودية اليوم مش ماخذة حقها كثير. وذلك بسبب يعني ما بدي أنا أحكي إنه الحداثة، لكن فكرة إنه شعراء العمود الآن بصراحة ما بنتلك كل الأدوات الكافية للقصيدة العمودية. هلا بعيدا عن فكرة القصيدة العمودية وشعراء العمود والصراعات الخفية أو الظاهرة ما بين شعراء التفعيلة وشعراء العمود، الشعر النثري وشعر العمود إلى آخره، دعنا نتحدث عن فكرة هل يمكن أو كيف يمكن للقصيدة الشعرية أيا ما كان شكلها أن تساهم بالارتقاء بوعي العامة. حدثنا عن آليات من خلالها ممكن أن نرتقي بوعي العامة إذا ما قرأت عليهم القصائد. هنا الفكرة ترجع لجانب التسويق الشعري. كيف يعني؟ يعني الآن إحنا مثلا إذا إجينا على الجمهور، إحنا ننزل على الجمهور العربي بشكل عام، شو كم واحد، كم نسبة الناس أول شيء يلي بيحبوا الشعر، أوكي؟ كم نسبة الناس يلي بقرأوا شعر، بسمعوا للشعر. وهون بلش أخذ إحصائيات وشوف الأسباب مشان أنت تعالجها. يعني الشخص مثلا هذا ليش ما بحب الشعر، ليش بكره؟ يعني أنا حاولت مرة من المرات مثلا أشوف يعني استطلاع، عمل استطلاع عن رأي الناس بالشعر، وجدت إنهم الناس بتحب الشعر لكن الشعر الحالي الموجود بعيد عنهم. بعيد عنهم من ناحية إنهم لما يقرؤوه ما بفهموه، أو إذا فهموه ما بيلمس إشي جواتهم. يعني ذنب من هذا التقصير يا أنمار؟ هل هو ذنب الشاعر الذي يسكن برجه العاجي مثلا، أم أنه ذنب القارئ الذي لا يرتقي بمستوى الثقافي، أم أنها مسألة تجمع ما بين هذا وذاك؟ هي تجمع ما بين الاثنين، لكن أنا كشاعر بحط الحق على الشعراء. ليش؟ فضل. لأنه الشاعر هو اللي لازم ينزل لذوق العامة قدر الإمكان، أوكي؟ ويحاول إنه على الأقل يلامس أوجاعهم ويصيغها بلغته. نعم. يعني هسا لاحظ أنت أغلب الناس بيستمعوا للأغاني، أوكي؟ بعيداً عن فكرة الأغنية كأغنية، لكن ليش بيستمعوا للأغاني؟ ليش مثلاً لما تلاقيهم مثلاً بالسيارة بحطوا أغاني؟ لما تلاقيهم مهمومين بحطوا أغاني؟ لما تلاقيهم مثلاً بأي مكان حتى قبل ما يناموا بسمعوا أغاني، بس يصحوا من النوم بحطوا أغاني؟ ليش فكرة الأغنية؟ شوف انت الرسالة اللي بتحملها الأغنية. ربما لأنها بلهجتهم وعن حياتهم ويومياتهم وبالضبط كل شيء يعنيهم، يعني بتحكي إحساسهم باختصار. أو هي بتحكي، بتسمع واحد مثلا بتسمع أغنية معينة، أوكي، وانت بتستغرب ليش بتسمعها، تحكي له ليش بتسمعها، بتحكي لها، بيحكي لك لأنها بتمثلني. لأنها بتحكي عني. لكننا لا نريد أن نستمع إلى أغنية الآن، نريد أن نستمع منك إلى قصيدة جديدة يا أنمار. إلى القصيدة التي تود إلقاءها علينا الآن، تفضل. تمام. رح أختار لك قصيدة بعنوان ليلة عيد. تفضل، بس حاول يعني حاول قدر المستطاع تثبت بجلستك حتى يعني ما نشكل على المتلقي وحتى ما نعمل تشويش على عين المتلقي. تفضل واسمعنا قصيدتك الجديدة يا أنمار، تفضل. قالوا أتى العيد فامدد للمنى سببا وأخرج الفرح المخبوء حيث خبا، أراه في أعين الأطفال مرتعشا كعاشق قد رأى معشوقه فصبا، تهليلة العيد أشواق معتقة مآذن أعلنت أفراحها طربا، يا ضحكة الطفل والألعاب في يده يعيش في حلمه مستمتعا طربا، يجوب عالمه المرسوم مبتهجا لا هم يغنيه لا أحزان لا وصبا، الله يا عيد
الله يا عيد لو تدري بما فعلت بنا السنون كبرنا والهوى نضب الله يا عيد لم يبق الأسى أملا لم يبق من عمرنا قدر الذي سلب لم يبق من عمرنا قدر الذي سلب سلب أكمل يا عمار لم يبق الأسى أملا لم يبق من عمرنا قدر الذي سلب لم يبق منا سوى أوراق ذاكرة وحزن أفئدة تبكي الذي ذهب يا عيد بلغ حبيبا بلغ حبيبا غاب عن نظري لما سباني بآيات له عجبا فانتاق قلبي منقادا له فغداك الطفل تشتاق أما قد نأت وأبى ضاقت بأحلامه الدنيا بما رحبت وزادني القلب من أحزانه نصبا أبلغه إني مشتاق وبي ألم وإن قلبي على أعتابه صلبا أبلغه إني على عهد القديم له أرعى النجوم وأطوي في الهوى حقبا لعل ليلة عيد في بواطنها تأتي إلي بأخبار له ونبا لعل ليلة عيد في بواطنها تأتي إلي بأخبار له ونبا ولعل أخبار السعادة والفرج على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء تأتي قريبا الشاعر أنمار محاسن آمين تقودني من خلال قصيدتك هذه إلى سؤال هل يجب على الشاعر دائما أن يكون مسكونا بالأمل أم أن النص الشعري ممكن أن يكتفي بعرض الواقع كما هو دون استحضار لفكرة الأمل والتفاؤل إلى أي الأسلوبين تميل؟ هاي ترجع للحالة الشعورية للشاعر بصراحة نعم. يعني إحنا كشاعر أهم شيء فيه أنه يخرج الشعور الصحيح الصادق سواء كان إيجابي أو سلبي لكن نعم. نتمنى يعني وهذه يعني حبذا له أنه الشاعر يعني بعد ما يبث مشاعره إذا كانت حزينة وإذا كانت مأساوية يترك فسحة للأمل يعني عند القراء لعل يعني ليلة عيد زي ما حكينا يعني أو لعل أمل يعني قادم والله على كل شيء قدير يعني مهما كانت الحال المأساوية يعني حالكة أو إنه الظلام دامس فأكيد يعني الأمل موجود يعني الأمل موجود وصورتك نريدها أجمل دائما كما شعرك جميل أنمار ليتك ترفع الكاميرا قليلا لأنها انخفضت تمام هكذا جيد الآن دعنا نواصل فيما يتعلق بموضوع دور الشاعر ببث الأمل في وجدان أبناء بلده وأبناء أمته وأبناء إنسانيته ألا ترى أن كثيرا من الشعراء يعكفون فقط على الذاتية يتقوقعون أحيانا على قضية معينة يكتبون فقط في موضوع معين لا يبرحونه مثلا يكتبون فقط في موضوع دعنا نقول إن صح التعبير مثلا مديح شخص معين أو مديح بلد معين أو مديح أو في موضوع معين مثلا مثلا موضوع الأم والاكتفاء بها مثل موضوع التعليم والانكفاء عليه ألا ترى أن فكرة الشعر ينبغي أن تكون أكثر إنسانية وأكثر شمولية واتساعاً؟ بالتأكيد وبصراحة هذه يعني من الظواهر المزعجة يعني سواء عند القراء أو عند الشاعر أو عند يعني إحنا كشعراء لما نقرأ لشعراء غيرنا ونشوف إنه مثلاً خلص متمسك بموضوع معين مثلاً الوطني أوكي مثلاً أو مثلاً السياسة أو مثلاً الغزل اوكي ويكاد يكون يعني الغزل عام اكثر لكن متمسك فيه خلص يعني
بظل يكتب فيه يكتب فيه بظل ما بظل فيه معاني جديدة يولدها بالقصيدة. مثل الذي لا يتناول إلا قصائد عن الفراق، فراق المحبوبة، فراق الأهل، فراق المحبوب، فراق المحبوب، فراق ألا يشعر يعني المتلقي بهكذا حالة بالملل والضجر والسأم والتخمة ربما من هذا الشاعر فيتحول عنه إلى سواه؟ بالضبط، خاصة بالنسبة إذا كان في شخص بتابعك، إذا في شخص بتابع شعرك فهو مهتم فيك، فهو بيحتاج أنه يشوف منك إشي جديد. يعني ممكن يسمع منك أول قصيدة عن الفراق ماشي يعجب فيها، القصيدة الثانية تمام، بعد هيك بصير كلام مستهلك. أنت كشاعر مهما كانت قدرتك الشعرية يعني تبطل قادر أنك تجيب صور جديدة، تجيب مفردات جديدة. على الأقل ريح قريشتك الشعرية في الموضوع هذا واكتب في موضوع ثاني لسه بعدك ما كتبت فيه، يعني بيكون عندك أنت بتجدد قريحتك الشعرية. أحسنت يا أنمار، تعطي فرصة لقريحتك أنها تكتسب مفردات أكثر، يصير عندها ثراء لغوي أكثر. ونحن أيضا نريد تجديد قريحتنا السمعية والبصرية كذلك، ونحن نراك وأنت تلقي علينا الجديد من الشعر إلى القصيدة الجميلة قبل قراءتها والتي ستكون أجمل بعد قراءتها، إلى قصيدتك الجديدة يا أنمار تفضل. بما أنه إحنا بنحكي عن التنويع، أنا راح أبعد عن الوجداني، عن الإنساني، عن الذاتي، راح أدخل بالقصائد الوطنية. تفضل. فقصيدة بعنوان موعد. نعم. أراك كئيبا بطيء الخطى تلملم ذكرى تلاشت سدى كطفل أضل الطريق فنادى فلم يلق في الكون إلا الصدى فتبكي وإنك كالقانتين لتذرف ملء العيون الندى. جميل. سفحت من الدمع ما قدره لتشعل في صدرك الموقد. سفحت من الدمع ما قدره لتشعل في صدرك الموقد. فلما توقد هذا الفؤاد وأعلن ثورته وابتدى إلى الله إلى الله أطلقت صوتا كثيرا ورحت تمد إليه اليد وترجو من الله ما ليس يرجو سواه وأنت الفتى المفتدى. الله الله. وأنى لدرسك أن يستقيم وأنى لصوتك أن يصعدا وأنى لقولك أن يستجاب وأنى لفعلك أن يولد. وقد أتعبتك الليالي طوال وكانت لك القدر المرصدا وكنت ابتداء الكلام قديما وكنت لها خبر المبتدا. الله. وكنت ابتداء الكلام قديما. أعد. وكنت ابتداء الكلام قديما وكنت لها خبر المبتدا. الله. جميل. نأيت بنفسك ثم ارتأيت وفي العز رمت لها مقعدا فما أقعدتك الليالي العجاف ولكنها أنشأت سيدا. الله. فقم وانتفض فقم وانتفض فالطريق طويل ودربك لما يزل أسودا. أيا موطني أيا موطني يا صليل السيوف وأنى لسيفك أن يغمدا. الله. وإنك وإنك والله وإنك والله خير البلاد وخير العباد وأنت الهدى. فراعك في خافقي مبحر فأعلن لأمجادك الموعدا. فأعلن لأمجادك الموعدا. فأعلن لأمجادك الموعد وعقد لواءك أيها الصوت الندي الحر. لا فضى فوك الشاعر أنمار محاسنة من جرش في الأردن. حدثني عن فكرة الوطن في ذاتك، ما الذي يعنيه لك الوطن يا أنمار؟ بصراحة هذا السؤال مفتوح جدا، يعني هذا سؤال
يعني لا أكتفي به بدقيقة أو عشر دقائق ولا يعني مقالات تكتب عن الوطن. قل ما تحب وتشتهي. لا، لكن باختصار الوطن هو الإنسان، باختصار يعني إيجاز. أحسنت. يعني شو ما حاولت أنك أنت تختصر بالكلمة هاي، الوطن هو الإنسان، كل ما يمثلك أنت كإنسان هو وطنك. يعني ممكن يكون وطنك هو بيتك الصغير، عائلتك، هذا وطنك. ممكن يكون وطنك هو مدرستك، ذكرياتك، طفولتك، الشارع نعم. اللي كنت تلعب فيه، زي ما بتحكي المدرسة اللي احتضنتك، الجامعة اللي درست فيها، هذا هو وطنك. الطريق الذي اعتدت أن تمر به، المقهى الذي يشهد على بعض ذكرياتك، المسجد الذي شهد على خطاك للفجر والظهر وغيرها من الصلوات، المكان الذي يجمعك وأعز الأصدقاء، كلها هذه عبارة عن ذكريات يتكون منها الإنسان. الإنسان كومة مشاعر. يعني زي ما حكى نزار قباني، إن الإنسان بلا ذكرى، إن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. يعني هاي المقصود فيها مش الحزن، المقصود فيها مشاعر، سواء كانت حزينة أو سعيدة. أحسنت. يعني هاي كلها بتشكل وطنك. أحسن. وطنك مش هو العالم الكبير يلي انت يعني الدستور والقوانين والتشريعات، لا، وطنك هو المكان اللي انولدت فيه. يعني انت ممكن تكون انت انولدت في قرية، قريتك هاي هاجرت عنها في يوم من الايام، قريتك رح تصير وطنك. اختصار. نعم. الانسان يلي انت او صاحبك اللي ما شفته بيوم من الايام هو وطنك، هو مصدر ذكرياتك، مصدر مشاعرك الايجابية. صحيح. خلاصة هذه الإجابة أخلص إلى عبارة، يعني بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، الارتقاء بالإنسان يسبق الارتقاء بالبنيان. أحسنت يا أنمار. وقبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة وربما تكون قصيدة أخيرة، دعني أسألك هذا السؤال، ما الذي تريده من الشعر يا أنمار، وتتوقع في المقابل ما الذي يريده الشعر منك؟ نبدأ بما تريده أنت من الشعر أولاً. ما أريده أنا من الشعر أن يرتقي ويصبح في القمة. نعم. أنا أسعد جداً، أسعد جداً إذا استطعت أن أرتقي بالشعر وأن يكون في قمة الفنون العالمية كما كان قديماً. هذا هو غايتي بصراحة. أما ما يريده الشعر مني فيريد الكثير، يريد الجهد والوقت والقراءة، المطالعة، الشعر حتى ترتقي به أو حتى يعني تحدث به ضجة يحتاجه كلك، يحتاج عمرك، يجب أن تفني عمرك في سبيل الشعر حتى يحدث لك ضجة ملموسة. كلامك جميل يا أنمار، وحتما سيقلدك الشعر عباءته ذات يوم حينما يعني تقدم الكثير من الأفكار الناضجة التي لا تزال تبحث عنها في حقل أفكارك وإبداعاتك. أنا بصراحة أفتخر أنني شاعر. كيف؟ يعني مع كل الألقاب اللي ممكن يفوزها الإنسان في حياته، ألقاب علمية وألقاب فخرية وشهادات وكذا وكذا، أكتفي أن أخرج من الحياة بأنني شاعر. أحسنت يا أنمار. إلى القصيدة الختامية ومسك الختام في بيت القصيد، اقرأ علينا آخر القصائد التي تلقيها علينا في هذه الحلقة، تفضل يا أنمار. تراتيل واثبت قليلا رجاء. الكاميرا معذبتنا باللقاء هذا، هيك تمام؟ لا مشكلة، تفضل. نعم. تمام، تفضل. تراتيل القلب فلا لقلبك قلبي انتهى وتلا، وإن تلعثم شوقا فانحنى خجلا، وإن تداعت به الأوجاع فانهمرت بالدمع أعينه تبكي الذي حصل. لم يدري كيف الهوى أوهى عزيمته، فشاب مفرقه بالهجر واشتعلا، وراح يأمل من عينيك مغفرة يا سيف عينيه يا من يسبق العذلا. فطرف عينك من أعطاه موثقه، وطرف عينك ذاك الطرف من قتلا.
فداك يا قاتلي، فداك يا قاتلي روحي وما ملكه، فدا لكل عزيز قد غدت مثلا. ما كنت أدرك، ما كنت أدرك أن القلب منقلب وأن جنة أحلامي غدت طللا. ألوم القلب مهموما ومكتئبا، ألم أقل لك لا تعشق؟ أجاب بلى. الله. قد كان قلبي طفلا ليس يرعبه سوى الفراق، فيغدو خائفا وجلا، يستقبل الألم المضني على مهل، ويرسل الدمع من أجفانه عجلا. قد كان أصدق إحساسا وعاطفة، وكان أكثر شيء في الهوى جدلا. قد كان أصدق إحساسا وعاطفة، وكان أكثر شيء في الهوى جدلا. وكنت أجمل من يبعث بنا الأمل يا أنمار. أشكرك على هذه القصيدة. إلى سؤالي الختامي، كلمة محبة توجهها إلى وطنك الأردن وإلى الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، ماذا تقول في ختام هذه الحلقة؟ تفضل برسالتك. أقول أول شيء ربنا يحفظ الأوطان جميعا ويدوم علينا السلام والأمن والأمان، وسواء طبعا وطننا الأردن أو وطننا العراق، فالعراق وطننا الثاني وهو مصدر الفخر والاعتزاز للأمة العربية جمعاء. والله يشفينا من المصاب اللي احنا من مرفية اللي لا يخفى على احد الكورونا، واللي بصراحة يعني يفتك في حياة المئات ربما الآلاف يوميا. نعم. من مختلف بقاع العالم، وهذا الهم الإنساني يلي بيشترك تشترك فيه الجمعية الإنسانية جمعاء في هذه الأوقات يعني. والله يديم الأمن والأمان، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني الأمة العربية والإسلامية ترتقي في مصاف الدول الأولى يعني منشوفها في يوم من الأيام. وهذا ما نرجوه ونؤمن وراءك. الشاعر الأردني الجميل بن مدينة جرش أنمار محاسنة، مر الوقت سريعا، سعدت بك في هذه الحلقة من بيت القصر. أنا بالوقت معك يعني لقاء شيق جدا. أنا أكثر سعادة منك بهذا اللقاء، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء حيا في يوم من الأيام هنا في استوديوهات الرافدين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أنمار. مع السلامة. مع السلامة. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد. كما أشكر ضيفي أنمار محسنة من الأردن، أشكركم كذلك على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد وإياكم في الأسبوع المقبل بحول الله. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.